الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معروفة أنها تجلب الزبون وتجلب الغائب، من يكثر منها ويكون في محل تجاري يجلب إليه الزبون بإذن الله، يعني يدخل عليه المال كثيرا في المحل التجاري. وكذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فهي السلاح ذو حدين لمن أراد أن يجد العمل بإذن الله. من يكثر منها يجد العمل. لماذا نحدد العدد؟ لأن بعض الناس ليس معتادين على الإكثار من الذكر، يذكرون اليوم كله. فالعدد هو 1000 في الصباح، من أراد أن يغير حياته أو يجلب إليه الزبون، خصوصا إذا قلتها في المحل التجاري أو في مكان الذي أنت تعمل فيه وقلتها تجلب لك الزبون، تجلب لك الزبون مجربة بإذن الله، وتجد بها العمل. العدد الأصغر كما نقول 1000، العدد الأصغر هو 1000 في الصباح. أما إذا أردت أن تجتهد فتقول 3000 في اليوم، مفرق على اليوم كله، تجد بها العمل إن شاء الله، أو تجلب بها الزبون إلى المحل التجاري. وكذلك الذي يريد أن يبيع شيئا ما، تريد أن تبيع قطعة أرضية، منزل، سيارة، تقولها بنية البيع. إذا قلت بنية البيع الشيء يوميا تبيع ذلك الشيء بإذن الله. هذا كل شيء، أتمنى لكم الخير وإلى اللقاء. لا إله إلا الله، 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 لا إله لا إله إلا الله.